عسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نوريكم روسيت جديدة نتاع الخبز المبسس. لهنا انا خذيت طرطل فارينة، كما تعرفوا رمضان على بواب والعبيد كل تحب طيب خبز ديالي، خبز بنين فاوح في الدار. لهنا عندي طرطل فارينة، عندي مغرفة زبدة ترية، عندي مغرفة صغيرة ولا اقل شوية ما هيش معبية، معناها كركم باش نبدلوا بها اللون تاع الخبز، عندي مغرفه كبيره فيح تاع خبز اللي هو بسباس سينوج جلجلان كما تراو، ولهنا عندي زيت ربع كاس زيت، مغرفه صغيره ملح، مغرفه كبيره سكر، عندي حليب دافي، عندي ماء دافي، ولهنا عندي باكو خميره تاع جاتو باش يعمل لي تقرميشه البنينه، وعندي باكو خميرة نتاع خبز. اذا كان تحبوا تزيدوا المحسن نتاع الخبز تنجموا تزيدوا مغرفة صغيرة، سينو ماهوش اساسي، معناه تنجموا ما تستعملوهوش. باش نبداو اول حاجة باش نحطوا الكركم نتاعنا، وباش نحط الزبدة باش نبسس بها، ومعها الزيت باش نبداو نبسسوا الفارينة نتاعنا. هذه اول اتاب، بس الفارينة نتاعنا بالكدا. نزيدوا لهنا الفاح نتاع الخبز، اللي ما يحبش يستعمل الزيت ينجم يستعمل الزبدة تاعو، ليش الزيت معناتها. باش نحطو الملح، باش نحطو مغرفة السكر، نزيدهم لهنا باكو الخميرة تاع الجاتو، وباش نزيدهم باكو الخميرة تاع الخبز، نحطو الفاح نتاعنا. طبعا ان شاء الله باش نعطيكم الريسيت تاع الخبز بالزيتون والخبز بالبصل. باش نكملوا بعد ما نبسسوا بالقدا، طبعا باش نبداو مرحله العجن نتاعنا. كما قلت لهنا مستعمله باش نستعمل ماء دافي وحليب دافي. باش نكمل نعجن بالحليب، نلمو البات نتاعنا، الحليب يخلينا البات هشوشة. لازم أهم حاجة باش يجيكم الخبز ناجح يلزم تعجنوا بالكدا. هنا جست باش نلم بالحليب ومن بعد باش نعطيتو نعجنو. نكمل اول ما تلم معايا البات نعجنها. وهذه هي البات نتاعي، هبطها عجنتها بالكدا كما قاعدين تراو. توا باش نخليها ترتاح سويعه ومن بعد باش نشكلوها. وتوا البات نتاعنا خمرت كما قاعدين تراو، مقعد كان باش نخرجوا منها الهواء باش نشكلها ونرجعها تخمر 5 ساعة. ويلزم نخرجوا منها ساعه تاو الهواء. شفتوا البات كيفاش مخدومه بالكدا، ويلزم نخرجوا منها الهواء باش نعاودوا نخمروها وتجينا الخبزه باهيه. توا نقسم البات نتاعي في اثنين، بالطريقه هذه اللي هو البات نتاعنا. توا باش نحلها بالقلقاق هكاكا، نسهلوا على روحنا الخدمه.
هذا الكمتيتي هذي باش نعمل بها خبزتي. ما نحلوهاش برشا باش من بعد تجينا الخبزة باهية كيما قاعدين ترا. توا باش نستعمل السكينة كيما تنجمو تستعملو لا. هذي هي الخبزة بتاعي. لهنا دهنت بالزيت. نحط الخبزة نخليها تخمر في عقلها. نحضروا الخبزة الثانية. إذا كنت تحبوا تسرعوا عملية الخمر باش تخمروها في ساعة معناتها تنجموا تسخنوا الفور وتطفيوا. كالعادة الخبزة الثانية أنا نحلوها بنفس الطريقة. كيما قاعدين تراو لهنا الاشكال نتوما وشنو تحبوا كيفاش تحبوا تخرجوا الخبز نتاعكم. نقعد كيما باش نحطها تخمر كيف كيف. هذا مع الخبزتين نتاعي كيما قلت لكم اذا كان تحبوا تسرعوا معناتها باش تخمر لكم في ساعه الخبز تنجموا تسخنوا الفور وتطفيوا وتحطوها. توا باش نغطيها ونخليها تخمر في عقلها ونرجع لكم. وتوا هذوما هما الخبزات نتاعنا حضروا كيما قاعدين تراو شوشين. ان شاء الله تكون عجبتكم الريسيت. اللي جديد في الشان نتاعي يفعل الجرس ويكليك على كلمة أبوني مكتوبة بالروج تحت الفيديو وإن شاء الله يوصلكم جديد الكل. هذو ما هما الخبزات نتاعنا كما قاعدين ترى. الخبزة هشوش وبنين وطري والريحة ما نحكي لكمش على خاطر فيها الفيح نتاع الخبز تبارك الله. إن شاء الله تكون عجبتكم الرسالة كما قلت لكم وإن شاء الله نهبط لكم الخبز بالزيتون والخبز بالبصل. بالسلامة.